فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الصلاة المفروضة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده في اليوم والليلة خمس صلوات فهذه الصلاة هي أعظم الدين بعد التوحيد هي أعظم أركان الدين بعد التوحيد وقد قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة فهذه الإقامة للصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد توحيد الله تبارك وتعالى والله عز وجل افترض على عباده هذه الصلوات الخمس في اليوم والليله وجعل فيها خيرا عظيما ونفعا كبيرا للعباد وصلاحا وفلاحا وسعاده لهم في دنياهم واخراهم وقد ذكرت الصلاه يوما عند نبينا الكريم عليه الصلاه والسلام فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاه يوم القيامه ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاه يوم القيامه وحشر مع فرعون وهامان وقارون واميه بن خلف اي انه ان لم يحافظ على الصلاه يحشر يوم القيامه مع صناديد الكفر واعمده الباطل ومن هذا الذي يرضى لنفسه ان يكون يوم القيامه جنبا الى جنب مع فرعون وهامان و قارون وامية بن خلف من الذي يرضى لنفسه ذلك؟ ومن لم يحافظ على الصلوات فقد رضي لنفسه ذلك شاء ام ابى. فالصلاة شأنها عظيم في باب الاستجابه لله وللرسول عليه الصلاه والسلام بل قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فالصلاه المفروضه شانها عظيم جدا